السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هنتكلم عن شيء حرج جدا حدث، وأنا كنت جزء منه في اختيار أحد أعضاء جمعية من الجمعيات الخيرية التي كنت أنا رئيسا لها، لكي نختار عضو من بينها، من بين أعضائها، كي يلتحق بعضوية مجلس كبير. وكان أعضاء مجلس إدارة هذه الجمعية أو مجلس أمناء هذه الجمعية حوالي 8 أشخاص، بما فيهم شخصي أنا. فلما عرضنا هذا الأمر على الجميع، اعتذر عنه 6 من الأعضاء، منهم أنا شخصيا والجميع، إلا عضوين. أحدهما زكى نفسه، يتحدث عن نفسه قائلا أنه يعني عنده وقت فراغ، هو عنده خبرة إلى آخره. والآخر يعني تكلم أيضا ببساطة، وتركنا الموضوع إلى التصويت السري لكي يكون هناك شفافية وعدم إحراج للناخبين أو المختارين هذا العضو أو ذلك العضو. وللأسف والمعذرة طلع التصويت متوازي، يعني نفس الأصوات للعضو ألف هي نفس الأصوات للعضو بي. المشكلة هنا مش في التساوي الأصوات، المشكلة هنا إن في القوانين للجمعيات صوت الرئيس هو المرجح، وكنت أنا الرئيس في هذه الآونة، وهذه هي المسؤولية، وثقة العبء تحمل مسؤولية مؤسسة. وكيف سنواجه العضوين بأن ترجيح صوتي كان لشخص دون شخص؟ ووقعت في حيرة كبيرة جدا 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 جدا، تحدثت فيها مع أحد الزملاء قائلا له لابد علينا من أن نخرج هذا القرار أو هذه النتيجة بطريقة لا تحرج أحد ولا تزكي أحد على أحد. واستمر هذا النقاش لمدة ساعات طويلة، بل ليوم كامل لم نعلم فيه عن النتيجة النهائية، إلى أن اقترح علي الزملاء، وهنا لابد أن نتعلم شؤون الإدارة، كيف نسري عن روح الزميل الذي خسر الانتخابات قبل أن نعلن الانتخابات. فالنصيحة كانت أن أتحدث معه شخصيا وأتلطف معه وأمدحه وأرعاه، وكأننا نخرج فيلم سينمائي له مقدمة وله موسيقى وله سيناريو إلى آخره. والدنيا ما هي إلا فيلم سينمائي كبير. فكانت أثقلت هذه الخطوة وهذه المهاتفة أكثر المهاتفات ثقلا على قلبي وعلى صدري. وتحدثت معه حديث لطيف لين امتدحته فيه، وخذنا عن العائلة وكيف العائلة وكيف الولاد وكيف البنات إلى آخر إلى آخر. ثم قلت له نتيجة أنها يعني حدثت والناس اختاروا، قال ما في مشكلة، تقبلها بروح رحبة، لأن الذي حدث هنا وده شيء مهم جدا 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 في العمل الإداري، أنك قبل أن ترسل إيميل أو فاكس أو رسالة على الواتس أب إلى آخره، لابد أن تلطف قلب هذا الشخص بأن تلينه تليينا بكلام جميل فيه. وفعلا هو كان هذا ما قلناه له، لأنه كان من الناس الذين يحمون هذه المؤسسة ومخلصين العمل فيها. ثم من بعد ذلك اتصلنا بالشخص الفائز وأخبرنا، ثم حتى
لنخرج هذا القرار كتابة، رجعت هذه الرسالة أكثر من 3 مرات ليكون فيها فقرتين لمدح الشخصين، ثم فقرة ثالثة لمدح الشخص الذي خسر الانتخابات لأنه هو المنوط بهذا الألم الذي أصابه بعدم اختيار المجلس له. والحمد لله استطعت أن أنجو من أن يعرف أنني أنا صاحب الصوت المرجع. فللإخوة والأخوات الذين يعملون في العمل الاجتماعي والعمل الإنساني أن يراعوا مشاعر الناس قبل أن يخبرونهم بقرارات سيئة أو صادمة أو صارمة. فتليين القلوب هو جزء من تزكية النفوس، تليين القلوب هو جزء من تزكية النفوس. وعليكم أيها الإخوة ألا تتعاملوا مع البشر كأنهم صناديق أو أوراق أو كتب أو كراسي أو أرقام، تعاملوا معهم أنهم بشر لهم أحاسيس ومشاعر ورؤى وأحلام وكل هذه الأشياء التي ممكن أن تودي بحياة هذا الشخص إن غضب أو تؤلمه أو تجعله يتنحى عن أن يكون عضوا معنا في الجمعية. والسلام عليكم ورحمة الله.